السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على معجنات اللي غادي نديروها بواحد الحشوة رائعة وكتجي بنينة. وجربوها وردوا عليا في التعاليق. انا عندي هذه معتمدة العشاء. بسم الله انا غادي نبدا. بسم الله انا غادي ندير هنا الماء يتغلى وغادي ندير فيه شويه الملحه، كندير شويه الزيت نباتيه باش ما تلصقش لينا لي بات ديالنا. صافي، وبعد ما نقيناها وقلبناها مزيان كنرميوها بحال هكا. انا غادي نجيب واحد مغرفه العود وغنحركها باش ما تلصقش. ضروري ما تنحركوها من يلا ترميوها، ملي ترميوها غادي نجيب واحد الفص ديال الثوم اللي انا عارف شختو هكا هرستو بالموس. صافي، وكنلوحو باش كيعطي ديك النسمه مزيانه. كنديرو في الماء وهذيك لي بات كيعطي واحد النسمه زوينه. صافي، وكنخليو هذه كطيب، ما كنسدوش عليها الطنجره. وكنجي انا هنا دايره واحد الكاس ديال لاصوص طوماط اللي كتصاوبت معكم، راه غادي نخلي لكم الرابط ديالها في اسفل هذا الفيديو. وانتم الا ما كايناش راه ديروا مطيشه محكوكه. كنديروا واحد جوج فصوص ديال الثوم، شويه ديال القزبر والمعدنوس يابسين يمبسين، عير نص معلقه المليحة حسب الذوق، سكنجبير نص معلقة، ونص معلقة ديال الكركم أو الخرقوم البلدي، ومعلقة ديال التحميرة أو البابريكا، راس معلقة ديال الإبزار أو الفلفل الأسود. أنا عندي هنايا الفلفل الأبيض، داك الإبزار الأبيض هو كنخدم به. وكندير واحد جوج معالق صغار ديال الزيت النباتيه. صافي، وكنخلط هاد لاصوص، هي موجوده هنا عندنا لاصوص. غادي نحطها باش طيب. هنا عندي هاد السمك، هاد السيبيه اللي كتكون كبيره كتقطع هكا كتبع طراف. انا غنحيد لها الجلده، راه غير هاد الطريف، هاد 200 غرام تقريبا او 250 غرام كتعطي واحد النسمه رائعه في المعجنات. انا كنحيد لها الجلده. صافي، حتى كنجر هاد الجلده نحيدها ما تبقاش. صافي، وتنقطعها كنديرها شرائح صغار مربعات. كنستمر عليهم بحال هكا حتى كنقطعهم. حنا غادي نجيو نحركو الطنجره ديالنا، كنحاولو ما نخليوهاش طيب بزاف، يعني كطيب قياسها. وكنمشيو نحركو لاصوص حتى هي كطيب.
كنحركو مزيان وهي كطيب صافي. وكنخوي فيها هاد السيبيه كنطيبوها فيها، راه ما كتحتاجش طيب بزاف، غير كتل دقيقه ولا 4 دقائق صافي. وكنطفيو عليها، هي موجوده. حنا هنا غادي نشوفوا لي بات ديالنا واش طابت. صافي وكنحيدو ناخذ القياس اللي بغينا. كنديرها هنا في واحد الكسكاس باش كتسقطر، كنخوي عليها شويه ديال الماء دافي، ما تنقويش فيها الماء باش كتبقى شاده ديك السخونه، غير كتحيد هذيك النشا صافي. وكنخليها تسقطر هكا، الماء ما تيكونش بارد صافي. وها هي الطبق ديالنا موجود بالصحه والراحه. ولا عجبكم الفيديو شاركوا في القناه، وما تنسوناش باللايكات باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.